53 ألف شخص تم تلقيحهم عبر 18 ولاية بعد قرابة الشهر من مباشرة مصالح الحماية المدنية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. هنا بمركز القيادة العملية للتدريب والتدخل لمتابعة ورصد الحملة الوطنية للتلقيح، يتجند أفراد الحماية المدنية عبر عدة خلايا للتنسيق والتحسيس والإحصاء. العمل على مستوى مركز القيادة العملي عمل مضبوط ومحكم، وهذا نظرا لأهمية المهمة التي تباشرها المديرية العامة للحماية المدنية، فهو مشكل من جميع الخلايا ممثلة في مديرية تنظيم وتسخير الإسعافات، المديرية الفرعية لإحصائية والإعلام، المديرية الفرعية للعمليات، وموجودين هذا الضباط هنا مسخرين لاستقبال المعلومات وتبادل المعلومات وإعطاء التوجيهات والإرشادات للمكلفين بالإعلام ولنقدر نقول الهيئات على شكل هيئات مسخرة أو خلايا مصغرة تنطلق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. كل يوم ننسق مع السادة الولات والولات المنتدبين في تعيين 8 مراكز يتنقل لها الأطباء والممرضين التابعين لقطاع الحماية المدنية من أجل الإشراف على عملية التلقيح. مركز بلدية المدنية نموذج عن المراكز الثمانية الموزعة على مستوى العاصمة. تبدأ مهمة طاقم الحماية المدنية من 8 صباحا إلى 6 مساء طيلة أيام الأسبوع، ولمن تعذر عليه الحضور فتنقل طاقم الحماية المدنية إلى المنازل ممكن. لقحنا 102 إلى غاية الآن، وما زال المواطنين يتوافدون يعني إلى هذا المركز للتلقيح، والحمد لله هناك وعي كبير عند المواطنين بأن يستوعبوا بأن التلقيح هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الجائحة. هناك بعض المواطنين من يتعذر عليهم يعني للالتحاق بالمركز يعني يكونوا معاقين حركيا، يتقربوا الى الطبيب اللي يكون موجود في المركز حتى يتنقل الى بيتهم ويقوم بعملية التلقيح. تستمر حملة الحماية المدنية للتلقيح وتستمر معها الحملات التحسيسية على مستوى احياء البلديات، ونجاحها مرتبط بوعي المواطنين بضرورة التلقيح لمكافحة انتشار كوفيد-19.